هذه مبادرة نسائية من أخواتنا، عرضوا علي الفكرة وتقبلتها يعني المشروع. والله أنا يعني بأطبخ أكل للناس لأهل الحي، يعني تكلفة الطبخ 40 دينار. ما رضوا علي، قال إيش رأيك محمد تعمليها؟ لا يعني بدون أجر وشي. قلت لهم تقبلت الفكرة، يعني كويس مشروع، حسيته كويس للناس. يعني الصراحة الناس يعني انبسطوا عليها كثير، تقبلوا هالفكرة يعني انبسط عليها، ويعني حسوا انها كثير وفرت عليهم في حياتهم. يعني يومين في الاسبوع وفرت عليهم، قالت يعني ممكن ما نطبخ على اساس ان في طبختين في الاسبوع تكفي. يعني ناس كثير تقبلت الفكرة، وهم اللي شجعوني وادوني دافع اقوى ان انا استمر يعني في المشروع. يعني الصراحة الناس وضعهم صعب كثير، ويعني درجة الفقر عندنا هان في المنطقة اللي احنا فيها والله درجة عالية يعني. والناس تقبل الفكر من يعني من ما فيش حد بيتقبل الفكر الا بيكون هو محتاج. يعني تقبل الفكر انه غطت بالنسبه لهم احتياج كبير بالنسبه لهم. يعني الطبخه هذه فيها حوالي 200 لتر. اللهم صل سيدنا محمد. كانت اول اقل هي، بس حاليا يعني بدينا نزود الكميه لان ضعفت الاعداد. هي كانت اول ال 40 دينار تكفي من 25 ل 30 عائله، بس حاليا لا يعني ضعفت الاعداد، يمكن وصلت 40 45 عائله. انا نفسي يعني المشروع يتوسع يكبر اكثر من هيك، بحيث في ناس تستفيد اكثر، لانه في ناس بيجوا بيروحوا من غير، يعني رغم ان الاعداد ضعفت رغم ان الاشي اكثر، ولكن برضه بيجوا بيروحوا من غير اشي طبيخ يعني.